ناخذ اتصال يو. يلا ناخذ اتصال ونقول الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. الله يحفظكم. تسلم، الله يخليك. منو ويانا؟ وياكم جمعة من ميسان عمار. يا هلا بجمعة. جمعة. من وين جمعة؟ الله يحفظ، من ميسان. من ميسان، يا هلا بيك وكل اهالي ميسان، نورتنا. منو اكثر شخصية تحبها بالبرنامج؟ والله كل برامجكم حلوة وكل القناة حلوة مرتبة يعني. تسلم، الله يخليك. منو تعرف بالمحلة؟ منو الشخصية؟ نعم. من الشخصية القريبة إليك؟ منو تحبها بالمحلة؟ واحدة من الشخصيات. والله تقريبا كلهم أحبابي يعني، لقيتين ما أبين واحد عن واحد. أي راح تبين من نسحة بالجائزة. أهل الأهل دي يشاهدونه؟ والله الأهل طالعين وبعد ما حد باقوا، بس أنا باقوا فأسمعكم إن شاء الله. تحياتنا لهم، أهل المحلة كلها تسلم على الأهل. الله يسلمكم، الله يعطيكم. تسلم، الله يخليك. خلينا نسحب لك السؤال ونشوف حظك. يلا يا جماعة. ما هي اللغة الرسمية في الأرجنتين؟ اللغة الإنجليزية، اللغة الإسبانية، اللغة البرتغالية. هاي شد راح أقرأ الجواب. اللغة البرتغالية، بنظر للاحتلال البرتغالي تعرف. بعد اللي قبلها كانت أرجنتين يا جماعة، وليس البرازيل. لا اللغة مو الاحتلال البرتغالي غزا العالم قبله، كانت اسباني اقرب حسب هذه المعلومات اللي ادري بيها. زين راح اعطي لك اختيارين، عندك انجليزية يا اما الاسبانية. الاسبانية. الاسبانية صحيح. صحيح صحيح صحيح. اللغة الاسبانية هي اللغة الرسمية بالارجنتين يا جمعة. مشكور حبيبي. يلا جمعة راح تبين هسه منو تاخذ جائزتك، باي شخصية؟ بعد يوديها بعد هو مشكور وياخذها من حال الأموال. يعني اختار واحد منو؟ والله أيوة هذا الولد الطيب اليمني، أي واحد يوديها وصفة اعتبار. الولد الطيب اليمني. أني يعني؟ أي كلنا تقابل الإنسان. يلا شكرا يا جمعة يا طيب أنت. الله حبيبي. جمعة أنا عندي أربع صناديق. إيه. عندي اللون الأصفر. واللون الأخضر واللون الأزرق واللون الوردي، يا لون تختار؟ أختار اللون الأصفر لأن يسر الناظري وحتى ما. يلا إن شاء الله نشوف اللون الأصفر، شكو بي إن شاء الله فتشي أصفر أيضا. فيه أزرق وأصفر ووردي وأخضر، خضار الغابات الجميل. أي واحد تختار؟ هم نفس الشيء. أربعة. وقلت أصفر. هم من أصفر. حلو حلو حلو. كنا بنيشن على الليرة. يلا إن شاء الله. شيء حلو. جو شو ما مخلينا فيها. ألف مبروك يا جمعة، ربحت 75,000 دينار. ألف مبروك يا جمعة. تتهنى إن شاء الله. شايف ألف ألف خير بيها يا جمعة وتصرفها بالعافية يا رب. تحياتنا لك ولأهالي ميسان الحبيبة كلهم، واحد واحد نفر نفر. يوم يعني هي من هسه من البدايه 75,000 دينار، يعني مبلغ ما شاء الله. يعني انا قلت لك احنا ما نحكي يعني انصاف معروفه، هي وفلوك يوزعون ذهب فلوس يعني كل شيء احنا ما نحكي، فهم اللي يختارون. هو عزيز. اكيد يعني احنا صناديقنا بها مبالغ نقديه وبها ليرات ذهب، لكن ايضا الصناديق البقيه. اي طبعا لا اكيد لا يعني احنا ما حد نعرف، بس اكيد البقيه هم موجوده.